اختار المعارضة أن تكون الساحة والميدان والشارع. هذا الانسحاب جاء لأن قناعة السيد الصدر وصلت إلى منتهى تام بأنه لن يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهو وعد جمهوره، وهو صاحب مبدأ، وهو صاحب فكرة التغيير. إذن انسحابه لم يكن مفاجئا، خلص لم يستطع تشكيل الحكومة فقرر الذهاب إلى المقاطعة. مضطرا استاذ زياد، مشروع لم يتحقق فقرر ان ينسحب لانه لا يريد ان يخسر الجماهير، ولا يريد ان يكون طرفا في عملية العودة الى المحاصصة. طيب، ولا يريد ان يخذل من وعدهم بالتغيير. في سؤال اخر، الان بعد الانسحاب وحتى قبل الانسحاب السيد الصدر كان دائما ما يلوح بالمعارضة، لماذا لم يذهب الى خيار المعارضة تحت قبة البرلمان واختار المعارضة أن تكون الساحة والميدان والشارع؟ شنو التفسير بهذا؟ اختار المعارضة أن تكون الميدان والشارع، هذا غير وارد، يعني غير صحيح، لم يتحدث بذلك. هو قال أنا أنسحب من العملية السياسية، لم يتحدث عن ميدان ولم يتحدث عن شارع، لا السيد الصدر ولا القيادات. لكن إذا أنت تنظر إلى الجماهير الغاضبة من انسحاب السيد الصدر، هذه حالة عامة، هذا جمهور يريد يعبر عن رأيه. أما أنه الحديث مباشر أو بتصريحه أو بتلميحه، يا سيد زياد العرار أنت أقرب مني إلى الصدريين، لا أحد من الصدريين يتجرأ. أنا قريب أن من الكل لافتة. أنا قريب من الكل وأنت بعيد عن الكل. سيد نجم لحظة، لا تعبر لك، أنت بعيد من الكل وأنا قريب من الكل، أنت معارض بالإعلام فما عندك علاقة ويا أحد، أما أنا فمع الكل قريب. كمل أنا سؤالك. تعبير تحفظ على أنه ما عندي علاقة مع أحد، لأن أنا أستضيفهم لا جميعا. لا قصدي بالسياسة، إحنا نلاش بالسياسة، على أنت شنو قصدك قريب من الصدريين؟ يعني قريب على فهم الخط الصدري الاستراتيجية والسياسية. خلينا بالسؤال أستاذ نجم، خلينا بالسؤال. قريب على فهم الخط الصدري والآليات التي يعمل كل العملية بها. السياسية قريب منها، وكل القوى السياسية أعرف تفكيرها وأعرف خطوطها، وأنا موجود في العملية السياسية من عام 2003، من 18/4/2003 أنا موجود بالعملية السياسية الله. فبالتأكيد أعرف كل الخطوط الواضحة. حياك الله. لذلك أنا سؤالي أنه التيار الصدري من نوابه إلى قواعده أكثر التزاما من أي قاعدة جماهيرية، لا يخرج أحدا منهم إلا بأمر. صحيح. وترفع اللافتات بأمر، فبذلك الجمهور عندما يغضب فهو ينفذ القيادة، هذا لا ينكر.